بمناسبة اليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون، والذي يصادف 16 من شهر سبتمبر من كل عام، نظمت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الملتقى الثالث لبدائل وسائط التبريد في المناطق الحارة، والذي يأتي في إطار المساعي المبذولة للحد من استخدام المواد المستنزفة لطبقة الأوزون والحد من انبعاثات غازات الاحتباس. طبعا الدولة أكدت التزاماتها بالمحافظة على طبقة الأوزون من خلال انضمامها لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون. كل هذه الأمور تعكس الدور اللي قاعد تلعبه الدورة، ويأتي الدولة ويأتي متوافقا مع استراتيجية الدولة بشكل عام و توجه حكومتنا الرشيدة فيما يتعلق برؤية الإمارات 2021 والاستراتيجيات التي تتخذها الدولة للحفاظ على البيئة بشكل عام، ولا سيما استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي تبنت دولة الإمارات بموجبها نهج الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة. طيب سعادة المهندسة، ما هي أهم المحاور اللي راح تتطرقون لها في هذا الملتقى في دورتها الثالثة؟ طبعا هذا الملتقى يمكن سلط الضوء في الدورتين السابقتين على التقنيات والتكنولوجيا المختلفة لبدائل وسائط التبريد، لكن من خلال هذه الدورة نحن نتناول بعدا جديدا نركز من خلاله على البرامج والخطط والسياسات والالتزامات البيئية، نركز من خلاله على دور البحث العلمي في تطوير التقنيات الخاصة ببدائل غازات التبريد والتقنيات الحديثة المتاحة لهذه البدائل. إن مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التدابير المتعلقة بتغير المناخ واضحة وجلية، إذ أنها تركز على تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاع التبريد وتكييف الهواء، الذي يعد أكبر مصدر منفرد لاستهلاك الطاقة الكهربائية في المناطق الحارة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة، وتطوير مجموعة من البرامج المتعلقة بالتوعية بالآثار السلبية على صحة الإنسان والنظم البيئية الناجمة عن استنزاف طبقة الأوزون.